بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أما بعد، بعجالة وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى سأتحدث عن بعض من مكر الناكرين اللي يدعيوا لهم مسلمين خير من الأحزاب الدينية عموما. أين هم في تقدير الله حق قدر؟ أين هم في اجتهادهم في سبيل مرضاة المولى سبحانه وتعالى؟ أين هم في درجة وعيهم بأن الله هو الله وهو خير رقيب وخير حسيب؟ أين أنتم من الإسلام في الحقيقة تقولون ولا تفعلون؟ بل أنتم ملعونون بالليل والنهار لأنكم تقولون عكس ما تفعلون بالسر والعلن. هذا ما تناوله القرآن العظيم عدة مرات ورى للخيبة ومقت ربي سبحانه وتعالى ما لا يكون نصيب هؤلاء. أين أنتم صلاتكم بالليل والنهار والصلاة التي هي فعلا عروج إلى الله وحضور بين يدي الله العزيز الكريم؟ أين أنتم مع الزكاة وأنتم تعروا عموما التاريخ اللي يهمكم هو تاريخ السرقات، تاريخ الأكاذيب والأباطيل، وربي يلطف بكم اللي ما كشفكمش، لأنه الأموال اللي تكسبوا فيها في البنوك مهربة وخاصة دون لي بارادي فيسكو، هذه جنة بين ظفرين، جنة دنيوية مالا شيطانية والعياذ بالله. وربي كان يحب يكشفكم كيف كايوزاك في فرنسا، ولا يكشف فسادكم الأخلاقي وخاصة الجنسي كيف ما أنا ما تعرفوا أنتم كلكم قائمين بالأمور دي أكثر مما إحنا قائمين بها، لأنه ميلكم لهذا بنا شيء كبير. احذروا، لأنه اللحظة إذا كان يحب يكشف حالكم في عقر دياركم يكون هذا، وستظلمون إلى التحقيق لأنه يجيكم لطخة بالدماء وبالسرقات. اعلموا أن المسألة ما هيش بتدوم كما تتصورون أنتم حتى يأتيكم نص، محال حرام عليكم هذا النص، لأن الله لا يكون مع الكذب أبدا ولا ينصر أصحابه. واعلموا أننا أهل القرآن منا موجودين لكي ننبه، لكن ثم لحظة حاسمة وقت اللي ظهر اللي لا فايدة في علاجكم ولا ينفع العقار في مفسده والدهر إن صح التعبير. من الدهر ليس الله هنا، الدهر هنا معنى من معاني المتصلة بالزمن. اعلموا أن كل ما صنعته من مكر واعتداء على حرمات هذا الدين ستدفعون ثمنه في العاجل وفي الآجل إن لم تتوبوا إلى الله. هذا بعض ما أردت أن أرسله إليكم، والسلام على من اتبع